السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ام اسماء. درنا واحد غندير واحد الحليوه ديال عين البقره. عندي هنا نصره بعد الزبده وكاس ديال سنيده وفاني، وغنزيدوا واحد القبصه ديال الملحه، وغنديروا جوج بيضات. وتابعوا معايا بعد ما زدنا هاد الكويس ديال الزيت غادي نزيد جوج بيضات، وعاد نزيد واحد جوج خمارات. وتابعوا معانا بعد ما خدمنا هاد الزبده مع الزيت والسكر، دابا غادي نزيد عليها جوج بيضات وعاوتاني نخدموهم حتى يدخلوا بينات حتى يتخلطوا العناصر كامله. وعاد غنبقاو نزيدوا الدقيق والخمارات شويه بشويه. جوج خمارات 8 غرام، ومن بعد غنبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه تنحصل على ديك الخليط اللي بغيت، حيت الدقيق كي يختلف. ناخذ الكويره ديال العجينه ديالنا ونديروها في الابيض ديال البيض ورجعوها هنا في كاوكاو مهرمش. دخلنا الفران غير شويه صهد وضربناه في الخشوار، وها هو كندير واحد الثقب هكا فين غنحطوا الكوفيتير. الكوفيتير ما كنديروش انا دابا حتى كطيب وتخرج، عاد كندير لها ملي كيدخل ليه طيب كيولي كراميل وكيبدا ما يبانش فيها، خصها طيب وتخرج عاد ديروا ديال هاد الحليوه اللي وجدت معكم اليوم. كنتمنى تعجبكم، وحتى نتوما توجدوها وتردوا عليا الاخبار في الكومونتير، وبالصحه والراحه وباش ما تمنيتو ان شاء الله.